السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم جينا نتكلموا على سعاده ابراهيم مازا باول حضور له في المنتخب الجزائري، وداروا معه انترفيو كان يعني جد سعيد، يعني بافتخار، كان مفتخر جدا بالحضور نتاعو. لاعب ما شاء الله، هو يعني اصوله من يعني اباه من الجزائر وامه من فيتنام، وعنده جنسية ألمانية، يلعب في الدور الدرجة الثانية الألمانية. كان قدم مستويات جيدة وكان يستحق الحضور في القائمة. يعني بو هو لاعب ممتاز، حتى بدنيا ممتاز مقارنة بصغر سنه، لاعب يعرف يخرج بالكرة ومهاري، لاعب ممتاز جدا. نرحب بك يا إبراهيم مازا، إن شاء الله تكون في المستوى المطلوب. عندنا محمد أمين عمورة يختار في التشكيلة المثالية للأسبوع في الدور الألماني. أيضا نتكلم عن البشير بلومي، بعدما اختير كأفضل لاعب في هول سيتي لشهر سبتمبر، اختير هدفه كأفضل هدف في الدور الدرجة الثانية، كان هدف ولا أربع بعد ما سجله في كارديف سيتي. الخبر منقول على الصحفي الموثوق مومن عيد قاسي. خاوتي، التشكيلة المحتملة بالنسبة لي، أنا أحتمل أنه بوداوي هذا المرة راح يكون أساسي في وسط الميدان. راح يكون معاه راح يكون مع إما زروقي إما عوار. إحنا بالنسبة للتفكير اللي راح يكون، ممكن يكون مع زروقي لأن نحتاج متوسط الميدان الدفاعي قوي البنية. يعني نقوله زروقي راح يكون هنايا. أوكي، زروقي ظهر الأيمن، فارسي محمد فارسي. ظهر الأيمن يكون محمد فارسي، ظهر الأيسر لا غبار عليها أيت نور. عمورة أنا متوقع اليوم ما راحش يلعب تيتولا، لأني شفت أنه المدرب بيتكوفيتش يفضل كثير برمحمة، وانا نقول انه بن رحمه راح يكون اساسي في بلاصه عموره، وعموره راح يكون ورقه رابحه. والله اعلم ماذا احتمال خاوتي، والا احنا كمناصرين وكشاب نحب القوي يكون. انا بالنسبه لي لازم يكون عموره في الظهير الايمن هنا في الهجوم، وقوير هنا ومحرز هنا. ولكن عندي احتمال انه راح بيتكوفيتش راح يدخل بن رحمه، سعيد بن رحمه في المكان هذا، وعمر راح يكون ورقه رابعه. في الدفاع بن سرعيني ماندي، عندنا هنا احتمال يكون ماندي في المكان هذا، وهنا توبا احتمال ولا توبا. كي توقعت هذه الخطرة يعطي فرصة البوداوي، والله أعلم. الحارس نشوفه بنبوط بن سبعيني، توبا ماندي فارسي زروقي بوداوي أيت نوري بن رحمة كويري محرز. هذه هي التشكيلة المحتملة تاعي، وإن شاء الله فيها الخير، إن شاء الله يبدو المباراة كما ينبغي. وهو تشكيلة كالآتي: 3-4-3. شكرا للمشاهدة، مشاهدة ممتعة، شكرا لكم اخواني. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن، ونلتقي بعد المباراة بإذن الله تعالى. مع السلامة، دمتم في رعاية الله وفي حفظه.